خرجوني من هنا، انتوا مش عارفين مين وممكن اعمل ايه يا كلاب يا اولاد الكلب. اخلص يظهر انت اللي ما تعرفش انا مين دلوقتي. هتقولي على كل اللي حصل بينك وبينهم في الداخلية، يا اما اقسم بالعلي العظيم هخليك تتمنى الموت وما تلاقيهوش. يا حمزة عملت ايه؟ مفيش، بندور عليهم في كل الشوارع مفيش حد منهم ظهر. طب اقعد اقعد بس عشان ما تخنيش ونفكر واحدة واحدة. اقعد دلوقتي، هما استحالة يكونوا اتحركوا بمجدي، تمام؟ اكيد اكيد خدوه في اي حتة قريبة، وجايز يكونوا راحوا بيه على مكانهم. ما هما اكيد برضو ليهم مقر هنا بيتحركوا منه. ماشي، المقر بتاعهم ده بقى نوصله ازاي؟ سليم خد رصاصة. ما انا عارف يا حمزة ان هو خد رصاصة، عارف، وقلنا جايز يكون مات. وجايز لا، في الحالة دي بقى هيحاولوا يعالجوه، وساعتها استحالة يدخلوا اي مستشفى، بس ممكن يجيبوا له دكتور. انا عايز بقى لست بكل الدكاترة الجراحين اللي موجودين في المنطقة، وعايز تحريات كاملة عنهم. وقلت لهم ايه تاني يا مجدي؟ ما قلت لك خلاص، هم عارفين كل حاجة، وبدل ما تضيع وقتك معايا سيبنا امشي واهرب. انت تمشي واهرب؟ انت فاكر ان انا خايف منكو؟ ايوه خايف طبعا خايف. سيبك من الفيلم بتاع ان انت شيخ وبتحارب عشان ربنا، انا وانت عارفين انها تمثيلية، دور ولازم تلعبه عشان تضحك بيه على اللي حواليك. بس انا فاهمك كويس وعارف انت عايز ايه. يا سلام، وعايز ايه بقى ان شاء الله؟ عايز توصل. مش شايف معمي؟ مش شايف انت عايش ازاي وهربان فين؟ طول عمرك انت واللي زيك هربانين تحت الارض ومرعوبين من كل الناس، وفاكرين ان انتوا بتدافعوا عن الدين، وانتوا ما تعرفوش اي حاجة عن اي دين خلقه ربنا. كل اللي بتفكروا فيه انكم تسيطروا تسيطروا بس. شوف مين اللي بيتكلم. انت نسيت نفسك يا مجدي؟ نسيتوا كنتوا بتعملوا ايه في الناس؟ لا 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 لا، عارف عارف كويس اوي، وعارف اني غلطت كتير اوي، واكبر غلطة عملتها في حياتي اني ساعدت واحد زيك. بس خلاص ما بقتش فارقة، انا عارف عارف ان انا مش هطلع من هنا حي، بس مش خايف. عارف ليه؟ عشان يوم ما اخاف مش هخاف من واحد جبان زيك. جبان؟ ماشي يا مجدي، انا هوريك الجبان ده هيعمل فيكوا ايه. هوريك يا مجدي. دي كل ارقام دكاتره الجراحه والطوارئ اللي في القاهره، استثنينا منهم اللي احنا عارفين هما فين دلوقتي، سواء في المستشفيات او خارج مصر. طيب والباقي قد ايه؟ 354 يا فندم. هنحاول معاهم؟ عندك حل تاني؟ معلش بعد اذنك كده اطبع لي كشف بكل الدكاتره اللي باقيين دول، ده واحنا هنحاول في جزء وانتوا هتحاولوا، اللي يوصل لحاجه يبلغ التاني على طول. تحت امرك يا فندم. يلا بقى. مفيش فايدة،
بل لسه فاضل يجي بتاع 200 بني ادم، واكيد هنقابل فيهم اللي مش هيرد واللي قافل تليفونه واللي رقمه اتغير اصلا، وجايز يكون واحد فيهم هو اللي راح لسليم، وجايز ما يكونش ولا واحد. معلش خليك وراهم، اكيد هنوصل. اللي احنا بنعمله ده يا حمزه اسمه تضييع وقت. احنا كده بنضيع وقت وعمرنا ما هنوصل لحاجه بالمنظر. هنوصل ده. اكيد يا اخي، خلينا بس نجرب تاني. مش هكلم حد تاني يا حمزه، خلاص خلصت. انا مش هكلم حد تاني، انا وانت حاولنا بس خلاص خلصت. يعني ايه؟ يعني سليم شكله راح، عايش بقى ولا ميت الله اعلم. كده كده مش هنهرب دلوقتي. طب واللي هو مجدي هنسيبه معاهم؟ تعالى بس نفكر كده بهدوء، جايز تفصيله عدت مننا، جايز نلاقي فكره. حمزه ولا انا ولا انت هنعرف نكمل اكتر من كده. تمام، روح يا حمزه، روح روح، انت محتاج ترتاح، انت بالذات محتاج ترتاح شويه، وانت فاهم كلامي كويس. روح يا حمزه، وانا لو وصلت لاي حاجه اكيد هكلمك. ماشي، انا هروح افرد ظهري بس انا صاحي، كلمني في اي وقت لو وصلت لاي حاجه. حاضر ماشي. طب وبعدين يا فندم؟ مفيش أي حاجة تتعمل في المصيبة اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ للأسف مفيش. الحاجة الوحيدة اللي في إيدينا دلوقتي هي إننا نكتم على الموضوع. الوزير عنده حق، لو في كلمة واحدة طلعت هتبقى فضيحة. مش هي دي المشكلة يا فندم. المشكلة دلوقتي إن لو سليم لسه عايش بعد ما حمزة حاول يقتله، يا ترى رد فعله هيكون إيه؟ هو ده اللي يتناقش مش حاجة تانية. رد فعل سليم هيكون إيه؟ شيخ جابر، سليم فاق يا شيخ جابر. صدق العظيم. هي سليم عامل ايه؟ بقالي كده قد ايه؟ بقالك 3 ايام يا بطل، بس مش مهم، المهم تستريح. حمزه حاول يقتلني. ما تتعبش نفسك يا سليم عشان الجرح ما يفتحش تاني. عايز ميه؟ انا هجيب لك ميه. اوعى تتحرك. ايوه، عرفتش تقتلني يا حمزه؟ سليم. اه كنت فاكرني مت، لكن انا لسه عايش. بس كويس ان انت حاولت، لان انت لو ما كنتش حاولت كنت انا هزعل، وكنت احس ان انا بضيع وقتي. مجدي فين يا سليم؟ مجدي موجود عندي، مرمي لحد ما اشوف هعمل فيه ايه. مجدي يرجع دلوقتي حالا، فاهم؟ دلوقتي حالا. انت حاولت تقتلني، ده حقك، بس انا كمان من حقي اردها لك، واوعدك ان المره دي اردها لك ومش هتنساها ابدا. اسمع يا سليم، المره اللي فاتت فلتت مني، بس وعد، المره اللي جايه مش هتفلت، مش هتفلت يا سليم، فاهم؟ المرة الجاية انت اللي مش هتفلت مني يا حمزة.
ما يسليم. مجدي فين؟ اتلقح جوه. قاعد لما تشوف هنعمل فيه ايه. بس انا عرفت منه كل اللي قاله لهم. هطلب منك شوية حاجات تحضرها لي بسرعة. تنوي على ايه يا سليم؟ مش هم عايزين مجدي؟ انا هرجعه لهم. بس بطريقتي.